لو الحكاية فيها إن فيتو رب اسمك منى عبد الرازق علي منى ايه؟ منى عبد الرازق منى عبد الهادي عبد الرازق عبد الرازق اسمها منى كام سنة؟ أنا بقالي 35 سنة بشتغل كل شيء. أنت عندك كام سنة؟ 50 سنة. بقالك 35 سنة بتشتغل بالكروشيه دي اسمها الكروشيه. أيوة كروشيه. تمام، وليه بقى اتعلمتيها ازاي؟ و اتعلمتها دي كانت من المدرسة أساسا. زمان كان في حصة اسمها التدريب المنزلي، فهي يعني علمتنا الأساس بتاعت المدرسة. بعد كده بقى أنا كنت بشوف مفرش أو أي حاجة عند أي حد من قرايبي كده عملت زي. تمام. بدأت بقى تشتغل على نفسك وتطوري من الموضوع المهنة عندك؟ الموضوع اتطور معايا. هو الأول كان هواية بحتة، يعني هو قعد كتير يبقى هواية لحد ما فجأة الكروشيه بقى هو موضة أكتر من زمان. زمان يعني كان الستات بتشتغل عشان قاعدة فاضية مش أكتر. دلوقتي له استخدامات كتير وبقى موضة، ممكن يبقى شكله مختلف عن ومصدر رزق كمان. مصدر رزق أكيد. تمام. انت بتاخدي المهنه دي بقى كمصدر للعمل ولا انت حابه؟ انا في الاساس حابه الموضوع، لكن ده ما يمنعش ان انا بتكسب منه. انت عارف ما يقومش بيك مرتاحش بيك؟ لا طبعا، يعني التسويق مش قد كده. انت بتعتمدي على اشتراكك في المعارض ولا انت ليكي مكان معين؟ لا، المعارض بدرب. انا بدرب تبع تدريب مصر وبدرب تدريب مصر، فده اللي يحطني في الدرب. ليكي مكان معين بتعرضي فيه السلع بتاعتك المنتجات؟ كل 10 من كل شخص. بس مالكيش مكان مخصص ان انت تبيعي ال تمام. وبتدربي طبعا السيدات طبعا على مهنه الكروشيه. طيب كلمينا عن الخامات اللي بتستخدميها في مهنه الكروشيه. هي في خيط صوف وخيط تركي قطن تركي، في خيط غزل، حاجه زي كده الغزل مصري بيطلع منه ده حاجات حلوه. دي بقى الحاجات دي بتتوارث بقى، دي مش بيهلك بسرعه، مش بتتغير. في حاجات زي كده داخل تركي. يعني الخامات اللي بتستخدميها الخيوط مختلفه انواعها. غزل كده يعني. ايه تاني غير الخيوط؟ في ابره اسمها ابره كروشيه، هي حاجة معينة، هي واحدة يعني بس أشكالها كتير بقى. وبتشكلي طبعا منها بقى المفارش ولا؟ وهي أساسا الكروشيه كورتتين، مش حاجة كتير، هو عمود وستين. وبعد كده بقى تكوينات، هي تكوينات وعموما محدش جابها من دماغه، معرفش مين اللي اخترعها، بس يعني في باترونات كتير على النت كله بيعمل زيها. اللي بقى كل واحدة بتحط من روحها على حاجة بتميزها عن التانية. يعني بتعملي بقى مفارش واشكال كده؟ ممكن اعمل مفارش، ممكن بالذات، ممكن مفارش كبيره، مفارش صغيره كده. المهنه دي فيها صعوبه لحد يشتغلها بالسيدات؟ لا ابدا، سهله جدا، وهي قاعده كده في البيت بتشتغل، هي مش محتاجه اكتر من انها تتعلم. بس الخامات بتشكل صعوبه عليكم ان انتوا؟ بصراحه الولاد المصري مش قد كده، لانه بيوقع لون، فانت لما تيجي تدخل الوانات زي كده ببعض هيبوظ الحاجه. فاحنا ما بنشتغلش مصري للاسف، بتجيبي نوع مستورد. هنا نشتغل مصري، لكن هو الغزل هو اللي كويس للمكان.